عليكم، هلا حبايب، شلونكم؟ شنو اليوم؟ وين اني؟ طبعا اليوم مكان جميل جدا، كله يوحي بالفن والجمال. انا حاليا باستوديو اطفى، هذا المكان اللي يتمنون به الممثلين وايضا يلتفون به، يدون بوابات، عندهم شغلات يسوونها مثل ما نشوف المكان كله بلمسات فنيه بسيطه. اليوم احنا عندنا تمرين بواب هنا لفرقه كاركتر عناصيه، عندهم استعدادات للعمل الجديد. هسه راح اشوفكم هذا المكان وجماله وايضا تمرينات هذه الفرقه. تحياتي لكم وتابعونا. ناخذ طبعا السيارات مثل ما جاي نشوف بالكاميرا للفرقة. شوف هنا الجمالية بهذا المكان ايش قد حلو. خلينا هذه القاعدة مالتهم هنا أنا والمخرج جاي لهم المكان. شنو رايكم في هاي اللقطة؟ حلوة؟ تابعوا راح تشوفون اخذ برومو جميل جدا راح ينزل على الصفحة الخاصة بفرقة كاركتر على الناصية. عندنا هواي لقطات راح ناخذها كلش حلوة، فيديوهات ايضا، وبعد التصوير الخارجي راح ندخل الى القاع اللي جوا وراح تكون اكو تمرينات عملية لعملهم الجديد. تابعونا. طبعا واقفين ويقعدون عقال تعبهم كلش، تعبوا جدا. هسه جاي نسوي لهم حركه، خليتهم يسوون حركه، يصعدون ايديهم الشباب وبعدين البنات على مود يقولون اسم الفرقه مالتهم على مود ينزلونها على البيت. هذا شوط ثاني غير الفيلم. يلا شباب تمام كده. عايزين طاقة للشغل. يلا فوق 3 2 1 اكشن.